تصدع الراس بزاف حيت انا كنت داخل في الرينج راه الكروشيه خوتي راه كنتحدى اي واحد في المغرب يعرض وجهه من التالي ديريكت يعرض وجهه وكيضربو باس. بيني صحاك ما جيبوا لي ما باي بيس كلامني في حسن دبل كاو شادو فري فاي كوك لي زون بانز على ميغو ما تزعمش طيح بالكاو لا ميامي لا توري فيل مي اميغو فاسا كي طيرو زوني على عشيري نقولك يا صغير ما نوع ديالو كي غيرو قريب تلقى الشادو محطوط في طابلو كينجر رينجو ماشي كي بابلو واديو ساميغو حنا ماشي ناركوس كاملين شافوني الفوق ونقاردو كاملين كي الفاردو باغي نلوني اميغو نادا غنفيزي وكاملين غنجيبو الفرادا كلاش ذهبية فعدياني مقادة مستوره في الزنقه يا زغي في بيتي محارف تشارن صاحبي مشيتي كوشي انفيزي باغي تيري فيك لا ميفا ديما مسيتي ديما كاين بوحدي وامبقى ديما باين صاحبي نساني شادو لا تبعتي غاتاني باسي مي كازا لا قفلا كازا يرمانو كي باسا شادو مدرسة رجع تاريخ لا بغيتي تتراسا ما كبرناش فلاسا جبنا غير راسنا مبقاتش في الراس طبقاتي في الرجل اجي عندي نوريك طريقة الرجعة قلتي حنا بدعنا مكملين ديما وما لا بدعنا الشيت قريب تلقى الشادو محطوط في طابلو كينجر رينجو ماشي كي بابلو واديو ساميغوس حنا ماشي ناركوس كاملين شافوني الفوق ونقاردو كاملين كي الفاردو باغي نلون مي اميغو نادا غنفيزي وكاملين غنجيبو الفرادا كلاش ذهبية فعدياني مقادة مشكورة في الزنقة يا صغير في بيتي ما عارفتش انا صاحبي مشيتي كوجي انفيزي باغي تيري فيك لا ميفا ديما مسيتي شادو ديما حاكمة فين ما جيتي تلقانا هنا كاملين كي فيزي وبغاوني نطيح وانا ديما غنبقى الفوق
شكون تسكت غادي نسمعوا الكلمه ديال الحكم وبعض النصائح. اولا قبل كل شيء بغينا التطور فرق العاده، لان اول مباراه تاع الامينو في الشمال خاصها تكون بطريقه اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم نجح نجاح اللي نمروا به المغرب افريقيا والعالم. لا بالنسبه للبطل جمال ولا بالنسبه للبطل يوسف، لانهم غادي يخدموا بطريقه نقيه اللي ستعطي واحد القيمه اضافيه للرياضه. اولا الاشياء اللي ممنوعه راه هضر معكم الاستاذ في الموجه بصفه عامه ممنوع الخاص الأشياء كلها ما خصناش نديروها، Yeah!
هو اللي ما جاتش
مباراة زوينة تبارك عليكم شوف كان محتوى عالي بزاف المقاتلين بجوج وكانت المباراة في المستوى نيفو عالي برافو على الجميع خويا كنتمنوا مسيره موفقه لخونا يوسف الشادو تحيه للناس ديال الشمال من الحسيمه لطنجه الله ربي يوسف مباركه جده اللهم بارك مستوى عالي درا بطل افريقيا يوسف ما كيشوفك ما كيطيحش الارض انا باش تعرف بنادم راك سن مزيره وكارد وما يطيحش برافو الشادو شتي دير راسك بزاف سينا كنت داخل في الرينج راه الكروشيه خوتي راه كنتحدى اي واحد في المغرب يعرض وجهه
من الثاني غير وجهك وكاع باس الهربه كاينه هذو التحديات ملي كنتحدى الخرطه سو جايز كيما شفتوا المقابله كانت حاره بزاف كان ضرب الفريق خونا ما قدش يكمل ساعه ساعه كيلو واحد البروطاج نجيو فاس نقولوا الحقيقه كانت مباراه في مستوى بجوجهم كانوا واعرين ولكن بغينا الشفافيه بنادم يكمل سلا طاح بالكاو يطيح بالروح الرياضيه ما يبقاش يدير لنا ولا حنا لا نقهر لا نقهر المقابله ديال الشاد وجمال الزري كانت في المستوى صراحه النيفو هارب جوج بيهم كان تحدي واعر ولكن بغينا في الماتش تكون شويه ديال الشفافيه لان انا انتبهت بان الناس اللي كانوا في ذاك المحيط ديال المقابله كانوا كيلاحظوا ان جمال الزري بروتيج دون ديالو فوق ما كيتكروز هو وياه بشي قبضه مزيانه كيلوح البروتيج دون باش انه يضطر ان الحكم يدخل ويقسمهم بجوج والمره الاولى والثانيه والثالثه اضطرينا ان باش تحبس المباراه حيت هادشي ما فيهش شويه ديال الشفافيه وواحد الكلمه خوتي فيهم راه واعر واحد غير الدواء الحمد لله فاسا كيجيبو جد الله مالك الحمد صورو السير ديال جد مباشرة وما كيطلعش ونصيحة من عندي ما يبقاش أي واحد يقول ندير التحدي هو عشوائي سمعتيني يا عشوائي المقابلة ديال الشاطئ كانت مزيانه بزاف وكانت مزيان في الحماس والحمد لله بجيب بهم ابطال وبجيب بهم على الغايه صراحه كومبا كانت نقيه التكنيك كاين يعني بون ديريكت كاينه الخدمه كاينه كلشي كاين تبارك الله عليهم الدراري صح الدراري لهذا الاخ شادو راه كان في المستوى المطلوب والاخ جمال كان في المستوى المطلوب والتحكيم كان في المستوى المطلوب والديكور كان في المستوى المطلوب والجمهور كان في المستوى المطلوب والتوفيق والله يرضي عليكم كاملين خوت هو كذا قاتلة جاب ديال 7 كيلو ديال الجبالة 7 ديال الجبالة خوتي كنت عندكم جبالة في الشباك يبغى يتعالج